تحولت منصات التواصل من مجرد تطبيقات لتحميل الصور والفيديوهات بين المراهقين إلى مادة للتسلية والصداقة، لا سيما عبر تيك توك. أول شيء أنا فتت سلاي، بس شوي شوي تعرفت إنه عن جد فيك تطلع منه فلوس، وشوي شوي تعرفت على الرفقة أو هيك، عرفت كيف؟ بس أنا أكثر من خدها الصراحة بزنس. اليوم أكثر محل فيك توصل موهبتك أو توصل فكرتك أو توصل غنيتك فيه صار هو تيك توك. يعني أنا الحمد لله أغانية كلياتهم كانوا من أكبر ترندات على تيك توك، من نعمات الحب اللي كان، من ضليت أشيل هموم، ومنها هلأ الحمد لله أغنية جديدة صار لها نزلة أسبوعين، موناليزا. الحمد لله كان توفيق كبير من رب العالمين، وعن جد ميرسي تيك توك علشان ساعدنا كتير لحتى نوصل صوتنا ومواهبنا للجميع كل البلاد مش بس بلبنان. السوشيال ميديا أول شيء لما بلشت فيها أنا ما بلشت تسلية أبداً، بلشت بهدف أني أنا انشهر، بهدف أنه يصير عندي فولوورز، بهدف أن أنا أكبر على السوشيال ميديا. وبعدها بس بلشت غني فيديو، غني بالفيديوز ومثل وكل هالأخبار، طلعت كتير على السوشيال ميديا والعالم كله عرفتني وصار عندي جمهور كبير. هذا الشيء ساعدني يصير لمدة سنتين مستقلة مادياً. في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية باتت هذه المواقع ملاذ الشبان والشابات لكسب الفريش دولار بغية تحقيق متطلباتهم وأحلامهم. كل حدا بفوت على دومين السوشيال ميديا وقتها يصير عنده فولوورز أكتر ومعارف أكتر، حكما بده يصير مثلا يظهر أكتر، مشاريعه حتكبر، مصروفه حيكبر، بس مصروفه حيجي من خلال السوشيال ميديا، من خلال الدعايات، من خلال اللايفات على التيك توك اللي هن بيساعدوك انه تطلع مصاري، وكل ما تزيد الفولوورز كل ما دعايتك بتصير ببرايس أكتر، وهيك بتصير تطلع مصاري فريش دولار. التيك توك هو كناية عن أب بتعرفك على كتير من العالم وبتفوتك على مجموعة كتير حلوة وكتير كبيرة وبتخليك توصل لعالم أكبر عدد ممكن من المناطق اللبنانية وكتير حلوة بنفس الوقت، لأنه بتتعرف على كتير ناس وبصير تظهر معهم وتعمل مشاريع أنت وياهم، وبنفس الوقت بتتعرف على كتير ناس قلبة طيب ومناح وأوادم، وسيلة كتير حلوة. عملنا مثل مجتمع جديد او جو جديد بحياتنا، بالاضافه كمان انه السوشيال ميديا والتيك توك بحد ذات خلانا نتعرف على ناس مش بس محليا لا اقليميا بالدول العربيه كلها، صار عندنا رفقه من برا، اشخاص مثلنا نفس شغلنا بس من غير بلاد تعرفنا عليهم وكوننا صداقات كثير حلوه. وبين العالم الافتراضي والعالم الواقعي، هل تغيرت قواعد حياتهم واساليبهم اليوميه الروتينيه؟ أنا قبل السوشيال ميديا كنت عبي وقت دايماً ظهرات وهالخبار مع أصحابي وهيك، أنا من بعد ما فتت على تيك توك وصرت أنا بأيجنسي بصراحة يعني وقت كله فول كنت بالشركة هلأ، يعني سو من صبح لعشية بكون شغل شغل تصوير تصوير تصوير، بوسع على البيت هالكان يعني حتى السهر تغير، يعني ما كتير صرف مثل قبل وهالخبار وهيك. سو اللي تغير كمان أكتر إنه لما تكون موجود بين العالم صارت العالم تعرفك أكتر، يعني عرفت إنه يعني بطل في كمان خصوصيات وهالأخبار وهيك، هيدا كمان شيء كتير تغير بحياة كل شخص فات على السوشيال ميديا وصار معروف أكتر. منصات التواصل الاجتماعي سيف ذو حدين، فإما أن ينجح المراهقون في استعمالها ضمن الضوابط المتاحة والقواعد المشروطة، وإما ستنقلب الآية عليهم.